السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الكرام. قمت بحذف التسجيل السابق حتى يتم الإجابة على كل فرمون على حدة حتى تتضح الإجابة أكثر. أخواني، يعني هناك في عدة فرمونات تفرزها الملكة، منها فرمونات الغدد الفكية وفرمونات الغدد الظهرية، ومنها فرمونات الغدد الرسغية، أيضا فرمونات غدة دوفر. الآن سيتم ذكر كل غدة وما هي الفرمونات التي تفرزها وما دورها هذه الفرمونات في الخلية. إخواني الكرام، بخصوص فرمونات الغدد الفكية، هي تفرزها الملكة من فرمونات الغدد الفكية التي توجد في الرأس. من وظائف هذه الغدد، يعني هي تجمع العاملات الذي يسمى بالوصيفات حول الملكة، تقريبا من 10 إلى 15 عاملة. أيضا وظيفتها أنها تجبر هذه العاملات على تغذية الملكة والعناية بها، والتي بدورها يعني تلتقط هذا الفرمون وتنشره في أرجاء الخلية. أيضا من وظائفها اللي هي تجميع النحل أثناء التطريد، أيضا جذب الذكور للتزاوج أثناء رحلة الزفاف أو رحلة الزواج لدى العذراء تحديدا يعني. أيضا إخواني الكرام، اللي هو فرمونات الغدة الظهرية، هي تساند فرمون الغدة الفكية وتساعد على تكوين العاملات كما ذكرنا. أيضا تثبط نمو مبايض العاملات، يعني تقوم بالعمل على تثبيط مبايض العاملات، كون هذا الفرمون يؤثر على العاملات ويثبط مبايضها حتى لا تنمو هذه المبايض، كونه معروف لدينا جميعا بأن العاملة هي أنثى غير كاملة، ليست كالملكة، أنثى غير كاملة، يعني يتم تغذيتها في الأيام الأولى الثلاث على الغذاء الملكي. أيضا يقوم النحل بتغذيتها في الأعمار الأخرى على حبوب اللقاح، ليتم تنظيف المبايض أو تنظيف الجهاز التناسلي بهذه المواد التي تم تغذيتها عليها حتى تصبح أنثى غير كاملة. أيضا إخواني الكرام، هناك غدة دوفر، هذه وظيفتها فرمونات لها دور في تمييز بيض الملكة عن بيض العاملة. يعني عندما يتم إفراز هذا الفرمون يجعل العاملات يمكنها من تمييز بيض الذي تضعه الملكة عن البيض الذي تضعه العاملات، وذلك تتمكن العاملات من إتلاف بيض العاملات. يعني العاملات، هناك أمهات كاذبة موجودة بوجود الملكة وتضع العاملات، هذا الفرمون يساعد العاملات على الاستدلال على البيض من الأمهات الكاذبة وإتلافه. عذرا إخوان الكرام، بخصوص فرمون الغدة الرسغية، هي تفرزها الملكة بعد التزاوج. من وظائفها أنها هي تمنع العاملات من بناء البيوت الملكية. حياكم الله إخواني الكرام وبارك الله فيكم، أستسمح عن الخطأ الذي بدر، ولكن نظرا لضغط العمل وعدم وجود الوقت الكافي، يعني ما في متابعة معكم بشكل يومي وبشكل مستمر. بارككم الله. إخواني الكرام، يعني هذا ما توصل إليه العلم حديثا، يعني أن هذه أهم الفرمونات التي تقوم الملكة بإفرازها، وما زال العلم يجهل الكثير عن الفرمونات الأخرى التي قد يتم إفرازها. أيضا إذا كان دور لهذه الفرمونات أدوار أخرى عفوا إذا كان لهذه الفرمونات أدوار أخرى، فإنه العلم ما زال لم يكتشف هذه الأدوار. ولكن ما تم التوصل إليه من خلال الأبحاث والدراسات العلمية هي ما تم ذكره بالتسجيلات السابقة. بخصوص إخواني اللي هو تثبيط المبايض لدى العاملة، هي كما أسلفنا الذكر بأن العاملة هي أنثى غير كاملة غير مكتملة من ناحية الجهاز التناسلي. الفرمونات المتواجدة لدى الملكة هي تكون متواجدة أيضا معها أثناء
وجودها كعذراء، لأني سمعت في إحدى المنتديات يقول بأن هذه الغدد لا تكون موجودة لدى الملكة وهي عذراء، وتصبح موجودة عند الملكة عندما تصبح ملكة ملقحة. هذا الكلام إخواني الكرام غير صحيح. نعم، تكون موجودة هذه الغدد عند العذارة من الملكات، وتصبح فاعليتها أكبر عندما يتم تلقيح الملكة، وهذا ما نشاهده أثناء عملية تلقيح الملكة. نشاهد الوصيفات تدور حولها، تهتم فيها، تلعقها، تغذيها. أيضا بخصوص الفرمونات إخواني الكرام، هي إفرازات كيميائية، يعني متواجد لدى النمل، متواجد لدى الحشرات الأخرى. هي عملية تواصل ما بين الطوائف المتواجدة، سواء كان نمل أو نحل، ولكن نحن نتحدث هنا عن النحل. فهذه إفرازات كيميائية أوجدها الله في هذه الحشرة اللي هي الملكة، ليتم تناقلها من عاملة إلى أخرى. حياكم الله أخواني وبارك الله فيكم. بخصوص الأمهات الكاذبة، هي الأمهات الكاذبة موجودة بوجود الملكة من 2 إلى 6 حسب ما اطلعت على الدراسات، بالوضع الطبيعي. يعني حتى الملكة تكون على رأس الخلية وتضع البيض، إلا أن هذه العاملات تكون موجودة، وعندما يتم اكتشافها من النحل إما يتم قتلها مباشرة أو تطرد خارج الخلية، هذا ما توصلت إليه الدراسات الحديثة. أيضا يتم تمييز بيضها عن بيض الملكة بواسطة الفرمون الذي تفرزه الملكة، والذي يسمى فرمون دوفر. حياكم الله أخواني وبارك الله فيكم.